احتفت مؤسسة حضرموت بالذكرى 14 على تأسيسها، والذي يصادف 22 من أغسطس من كل عام، حيث نظمت العلاقات العامة والإعلام بالمؤسسة احتفائية شارك فيها عبر برنامج الزوم رئيس مجلس مؤسسي وأمناء المؤسسة المهندس عبد الله أحمد بقشان، وعضو مجلس أمناء المؤسسة المهندس أحمد باشويه والمهندس محمد بايمين. وجرى خلال الاحتفائية تكريم موظفي وعمال المؤسسة لمساهمتهم في إنجاح برامج المؤسسة خلال مسيرتهم المهنية. وتخرج عبر المؤسسة الآلاف من الطلاب المبتعثين في مختلف جامعات العالم. المزيد في التقرير الآتي. ومن لم يذق مر العلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته. هذه المقولة كان نتاجها 1451 مبتعثا في مختلف جامعات العالم، و4513 خريجا من أرقى منارات العالم. هذه الأرقام المشرفة والإنجازات التي ترفع لها القبعات لم تحصد إلا بعد جهد جهيد سعت خلفه أيادي بيضاء من مجلس مؤسسي وأمناء مؤسسة حضرموت، يتقدمهم مهندس التنمية في حضرموت والوطن المهندس عبد الله أحمد بقشان. المؤسسة خلال مسيرتها في 14 عام أصبحت مخرجات برامجها في كل أصقاع الدنيا، لدينا طلاب يمتد تأهيلهم من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا غربا حتى اليابان شرقا. لدينا حقيقة آلاف من الخريجين الآن يتبوون مواقع قيادية وميدانية في الداخل وفي الخارج. طموحاتنا أن تنهض حضرموت بهؤلاء الناس وعودتهم إليها عودا حميدا إن شاء الله، ستنقلب فيه أوضاع حضرموت رأسنا على عقب من أجل تحقيق النماء المستمر. أعظم الاستثمارات التي تحدث التغيير الإيجابي في المجتمعات النائية الاستثمار في الإنسان، وهو تحركت لتحقيقه مؤسسة حضرموت وبالشراكة مع مكتبي وزارة التربية والتعليم في ساحل ووادي حضرموت لتأسيس ثانويات نموذجية تضم بين دفتيها الطلاب المتفوقين لرعايتهم وتأهيلهم التأهيل الجيد ليكونوا مشاريع قادة التنمية في المستقبل. فكان الحصاد 1601 خريج من مدارس الثانويات النموذجية في ساحل ووادي حضرموت. في الحقيقة كانت هذه الاحتفالية تأتي في الذكرى 14 لهذه المؤسسة، هذه المؤسسة الرائدة في مجال التنمية على عموم الوطن، ونحن سعداء جدا أن نكون رقما من أرقام هذه المؤسسة المميزة، ويأتي دورنا الآن كطلاب كنا مبتعثين على حساب هذه المؤسسة، يأتي دورنا الآن أن نعود للوطن ونبني هذا الوطن الذي أنهكته هذه الحروب. لذلك نجدد شكرنا إلى المهندس الشيخ الوالد عبد الله أحمد بقشان. فمن يرى المؤسسة اليوم لا يمكن له أن يتصور كيف كانت هذه المؤسسة فكرة صغيرة، ونتمنى لها فعلا الازدهار في بقية الأعوام، وشكرا. المؤسسة وضمن اهتماماتها بأشكال التعليم الثلاثة، ومنها التعليم الوسطي الذي أفرغت له المؤسسة برنامجا مهنيا أطلقت عليه برنامج الحياة عمل منذ 9 سنين، وكان نتاجه قصص نجاح تستحق الإشادة. ما حققته المؤسسة في مجال التعليم المهني أن تخرج من برنامج الحياة عمل 2262 خريجا من مختلف الدورات المهنية التي تمولها وتنفذها المؤسسة في مختلف مديريات حضرموت. ينضم معنا هنا عبر الهاتف رئيس مجلس مؤسسي وأمناء مؤسسة حضرموت المهندس عبد الله أحمد بقشان. نرحب بك معنا في هذه النافذة الإخبارية مهندس عبد الله. الله يحييك، أهلا وسهلا، كل عام وأنتم بخير إن شاء الله. وأنتم بخير، وأيضا نهنئكم بمرور 14 عام على تأسيس مؤسسة حضرموت تنمية بشرية. مهندس عبد الله، ما الذي دفعكم لتأسيس هذه المؤسسة؟ لازم تذكر أول زيارة لي لحضرموت عام في 5 مارس 2002، وللأسف الشديد قابل كثير من الشباب، لما كنت أحد منهم يتكلم عن التعليم كلهم كانوا يطمعوا في فيز العمل في الخليج أو في المملكة العربية أو أي دولة أخرى.
نعم. فكان هو هذا الدافع الرئيسي، وتمت هذه أثناء زيارة سمو السيد الأمير سلطان ولي العهد للمكلا، زيارة تاريخية التي تمت في شهر يونيو عام 2006، وأثناء اجتماع مع رجال الأعمال في يوم الجمعة 2/6/2006 بارك سمو إنشاء مؤسسة تعليمية لخدمة أبناء حضرموت، كان هذا هو الدافع الرئيسي. نعم مهندس عبد الله، بعد حصادكم لهذه الأرقام المشرفة التي ذكرها التقرير قبل قليل، خطواتكم المستقبلية في المؤسسة إلى ماذا تطلعون؟ بإذن الله إن شاء الله نحن طموحين يعني في مؤسسة حضرموت، انتقلت مؤسسة حضرموت من مؤسسة محلية إلى مؤسسة دولية، الآن مؤسسة حضرموت أصبحت معروفة في الولايات المتحدة الأمريكية، في كندا، في أوروبا، في كثير من الدول. إنشأنا مؤسسة جديدة بنفس الاسم في الولايات المتحدة الأمريكية وتخضع للقانون الأمريكي، واسمها مؤسسة حضرموت، وهي تخدم الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وكل دول شمال أمريكا، وبإذن الله سوف ننشئ مؤسسة أخرى إن شاء الله في فرنسا تخدم أوروبا. عقدنا العديد من الاتفاقيات مع الجامعات في أمريكا وفي كندا وفي أوروبا لخدمة طلاب المؤسسة إن شاء الله بإذن الله. هناك عندنا برامج كثيرة إن شاء الله في المستقبل القريب سنعلن عنها بإذن الله، وبتكون إن شاء الله بإذن الله نقلة نوعية في التعليم في 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 حضرموت بإذن الله إن شاء الله. نشكرك جزيل الشكر مهندس عبد الله أحمد بخشان، رئيس مجلس مؤسسة حضرموت تنمية بشرية، أيضا نرجو لكم كل التوفيق في خدمة أبناء حضرموت والوطن عموما. شكرا لك وشكرا لجميع العاملين في مؤسسة حضرموت، وكل عام وانتم بخير.